أعزائنا المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة ولقاء متجدد من برنامجكم أنت تسأل والإنجيل يجيب شرفنا جدا وفرحانين جدا بوجود خادم الرب الأمين الدكتور حليم حسب الله أهلا وسهلا بك دكتور أهلا بك يا خالد ما زلنا مستمتعين بالمحبة الإلهية وكد إيه بعد ما عرفنا المحبة الإلهية العظيمة نحونا وعرفنا أن الحلقة السابقة مسؤوليتنا أن ندرك ونفكر جيدا اننا بسبب تأصيلنا وبسبب تأصيلنا الى أسفل وبسبب تأسيسنا على المحبة أصبح لنا أن نحفظ الوصايا وأن نطيع وأن نطبق هذه الوصايا العظيمة أن نثبت في محبته. وحضرتك أشرت إلى حاجة عملية وقلت إن كما سلك ذاك نحن نسلك وحطيت من ضمن الأوصاف الجميلة عن المحبة المسؤولية نحويتنا لا تحسد نعم. آه وعرفنا ان ما فيش حسد بالمفهوم اللي احنا اتربينا عليه لكن هي اسوأ درجات البغضه الحسد ورب يحفظنا ويحفظ قلوبنا ان تمتلئ بالمحبه ولا تمتلئ بالبغضه هل في مزيد من هذه المسؤوليات اللي علينا يا دكتور حريم نعم هي مش مساله مسؤوليات هي مجرد اني لازم افتح عيني على ما متطلبات المحبة أو ما تفعله المحبة أو الوضوح للمحبة في تصرفاتي وحياتي مع الآخرين حياة المحبة ما تعملش كده يعني. مت... بالضبط كده تمام فشفنا من الناحية السلبية لأن في أمور سلبية وأمور إيجابية تمام من ضمن الأمور السلبية أن المحبة لا ترجو أذى الآخرين ولا تغار غير مرة منهم اللي هي الحسد مم. عشان كده المحبة لا تحسد زي ما تكلمنا في الحلقه السابقه لكن في شيء ثاني بعد كلمه المحبه لا تحسد يقول المحبه لا تتفاخر فالشخص اللي يمتلئ بالحب من الرب لا يفتخر بما يفعل ولا يصاب بالاندفاع والتهور انت عارف اي واحد م. من الجنس البشر يعمل حاجه تعجبه يحب يفتخر يتباهى بيها. ويفتخر بها لكن دايما المحبة تصنع الشيء في السر ولا تظهر يعني حتى في الصدقات أو التقدمات لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك, يمينك. نعم. لكن الإنسان الطبيعي لما يفعل شيء يفتخر بما فعله هذا الافتخار نابع من كيان إنساني فاسد لا يقدر ولا يعرف ولم يتزوق ما هي المحبة فالمحبة الحقيقية لا تتفاخر بما تفعله بل في الشر تفعل ولا يمكن أن تتباهى اسمح لي أقطع حديثك بس يعني في سؤال لنا بيتسأل بيقول حضرتك يعني الإنسان الطبيعي بيحب يحقق ذاته وينجح وشيء طبيعي يعني كل إنسان بيحب إن هو يتكلم عن نجاحه وعن إنجازاته ولو محققش ذاته بيشعر باكتئاب هل ده معناه تفاخر؟ شفت تكوين نفسي موجود في الإنسان التكوين أي. النفسي في الإنسان بيعمل كل ما يخطر على بالك وعلى فكرة شخصياتنا وأمزجتنا مش زي بعضها مختلف كل واحد بيختلف عن الثاني في التكوين النفسي وكيفية نعم. التفكير وكيفية وفي اللي عنده ضعف في شخصيته عاوز يكمله بطريقة معينة في اللي عنده مم. صغر نفس بيحاول نعم. يلفت انتباه الآخرين علشان يحسسهم إنه هو شيء فدي حاجات موجودة في الكيان البشري لكن احنا بنتكلم عن عمل الله المعجزي في حياتنا كمؤمنين لأن تغيير الإنسان إلى شخص جديد دي معجزة المعجزات نعم. الولادة من فوق ده اللي لا دخل للإنسان فيها إلا أن يقبل المسيح المخلص ده أكبر معجزة بيجريها الرب في حياتنا فاحنا بنتكلم عن العمل الاعجازي والمعجزي الذي صنعه يعني. الرب في حياتي مم. اما عاوز تتكلم عن الانسان الطبيعي ده قصه تانية خالص مم. بدور على البحث عن الذات وبدور اظهار ذاته ويفتخر لو مش عارف عمل حاجه كان يعني وصل الامر ده شيء في الكيان البشري لاثبات الذات لكن أنا كمؤمن اتولدت من الله مختلف أنا بحيا كما عاش المسيح بل أقولها بطريقة أخرى انا لا اعيش لكن المسيح يعيش فيا فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا يحي فلا تتوقع من المسيح ان دائما يعطيني التباهي بما فعلت لكن كما انكر ذاته وكان لمجد الاب وهو على الارض ذاك الذي قيل عنه اخلى نفسه اخذا صوره, صورة عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه وأطاع حتى, حتى الموت, الموت الصلي. موت, الصليب تمثلوا بالمسيح الكتاب قال كده يبقى أنا كشخص بتمثل بالمسيح مغروس في المسيح متأصل في المسيح حياة المسيح وعصارة حياته فيا مش أنا اللي بعمل كده هو اللي بيعمل فيا كده بيخليني أعمل بأقصى جهدي وبسرور تام ولا أذكر ما أنا فعلته أفعل لمجد الله لا للتباهي ولا للإفتخار إيه اللي خليني أعمل كده أحب سيدي ليك المجد يعني. أحب سيدي مم. فالمحبة تخليني أفعل ولا أتباهى ولا أتفاخر يبقى... سواء على الناس أو على الله يبقى أنا كمؤمن من حقي أنا أفتخر في حالة واحدة بس من يفتخر فليفتخر بالرب الفريش كمان مم. يهمه قوي قوي الشخص أي. المتدين دون ولادة يهمه قوي قوي يظهر ما من... فعله منظره ما هم اني اشكرك لاني لست مثل باقي الناس مم. الخاطفين الظالمين الزناه اصوم مره خلي بالك مني بقى مم. اصوم مرتين مش بقول لك انت خلي بالك انا الفريش <applause> بقول ربنا خلي بالك <applause> مني بقى اصوم مرتين في الاسبوع وعشر كل فضل. ما اقتنيه ادفع العشور مم. ولست مثل هذا العشر شايف بيتكلم ويشاور على الاخرين يتباهى باصوامه وصلواته التباهي الافتخار بما يفعل حتى وهو بيصلي حتى هذا لا تفعله المحبه الحقيقيه مم. المحبه الالهيه التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعتلى رائع مرتبط بها امر ثالث كمان من فضل. الناحيه السلبيه برضو مم. المحبه لا تنتفخ لا تنتفخ الشخص المملوء بالمحبة الإلهية لا يعتد بذاته ولا يصاب بالغرور والكبرياء دايما يخدم بروح التواضع بتأثر كتير أو أوى يا خاني من حياة الرسول البطل الرسول بولس والكلام اللي قيل وقاله في سفر الأعمال عشرين لما يقول في عدد 17 من ميليتوس أرسل واستدعى قسوس الكنيسة أيوة الذين في افسس نعم. ولما جو قال لهم عباره بقولهم لهم بذكركم بشيء كيف كنت بينكم اخدم الرب بتواضع وبدموع كثيره وبمكايد اصابتني من اليهود طب خليني برضه في سؤال مهم بيتساءل في الحلقه دي هل تواضع معناه الضعف؟ وهل هناك في كبرياء حتى في روحيات في كبرياء في كبرياء روحيه هل هناك يعني انا انا مؤمن هل ممكن يبقى عندي كبرياء وكبرياء دفينة رويدن كمان رويدا رويدا عليا انت بتسال كذا سؤال مره واحده <applause> خلينا نسال هل التواضع هو الضعف ايوه خلينا في سؤال ماشي. سؤال ماشي حضرتك انت اكيد كخادم درست حياه الرسول بولس نعم هل شعرت وانت بتدرس حياه وسيره القديس بولس فيها نوع من الخنوع او الضعف لا اطلاقا ده وقف قدام جبابره واتحداهم ودخل السجون بكرامته وبشرفه يا اخي ده كفايه لما اتضرب وحبوا طلعوه من السجن قال لهم ضربتونا جهرا وتطلقون سرا نعم. مش طلع من هنا غير لما يجي الكبير فيكم صح يبقى اذا ده ده لا كبرياء ولا ضعف لكن ده وضع طبيعي التواضع ليس هو الخنوع والتواضع أي. ليس هو ضعف بل دعني اقول لك التواضع هو عظمه القوه بذاتها. سيدي له كل المجد رب يسوع المسيح وتواضع مع كوني ابن تعلم التواضع مم. وضع نفسه واطاع حتى الموت. الموت هل هذا ضعف؟ لم يصلب من ضعف نعم. لكن سلم نفسه للموت. مم. التواضع شخص يقدر الاخرين ويتعب لاجل راحه الاخرين عشان كده مهم قوي ان نأخذ بالنا في الصفر اخدم بينكم مع اني معلم الرسول بولس معلم ومكارس وواعظ لكن ما فيش مره استكبر على اخواته ولا انتفخ وقال لهم انا اللي علمتكم لكن لا اخدموا بينكم بتواضع نعم. ودموع كثيره عشان كده هنا يقول ان المحبه الحقيقيه لا تعطني ان اصاب بالغرور والكبرياء على الاخرين بل بالعكس أخدمهم بتواضع وانجاز التعبير أعدهم على الكراسي وأنا أنزل من على الكرسي وحط مية في مغسل واغسل رجليهم ونشفها كما فعل سيد كما فعل الرب يسوع نعم. المسيح نعم يا رب ملانا بالحب يا المسيح. رب اسم يسوع المحبة لا تنتفخ في أمر عظيم جدا نتعلمه من سيدنا لما كان على أرضنا أن يتعلموا مني لأن وديع ومتواضع نعم. القلب فنجد الراحة نعم لنفوسنا نعم. وإنكار النفس دي حضرتك أنت بتتكلم على إن أنا أتخلى عن حقوقي وأنكر ذاتي في سبيل إن أنا أحمل الصليب كل يوم وأتبع سيدي بصيت حسن أو صيت رديء بصيت الرديء. آمين. الذات اللي فينا سيئة جداً. دحه تنتفخ وتتباهى م. وترتفع. طب زمها اسلوب الزم مم. ننكسر ننكفي 111 على جبيننا ما حد ما حد عشان قال علي كلمه جارحه يا رب انكار الذات زي الميت روح امدح واحد في القبر ولا يتاثر ان شاء الله يقول لك شكرا مم. ولا يرد عليه طب روح سبه باصعب السباب مم. ولا يرد عليه بس كده كت... لا اعمل حسابا لنفسي ان مدحوني او ذموني لا تفرق عندي لكن في نفس الوقت اخدم الرب او اخدم النفوس في روح الاتضاع الكامل لاصل باخوتي الى احسن حال. نعم احبائي المشاهدين في كل مكان المحبه الحقيقيه الالهيه، المحبه الحقيقيه لا تحسد ولا تتفاخر ولا تنتفخ. لكننا نعيش كما سلك ذاك بكل تواضع واتضاع بكل حب وبكل تقوى ونحن نقدم الحب للجميع كما علمنا سيدنا ادعوك أنا النهارده في هذا اليوم في هذا الوقت وانت بتسمعني في اي مكان في العالم تعالوا نمتحن انفسنا قول له يا رب اعمل معروف اكشف عن كل ما في افكاري وامتحن قلبي وامتحن دوافعي وانت تعرف كبريائي من الداخل تعال علمني التواضع عشان اجد راحه لنفسي واكون مؤثر فيما حولي الى ان نلتقي في حلقه قادمه استودعكم لمحبه الرب ونعمته تكون معكم والرب يبارككم